صباح لكم بفقرة التغذية ربا مشربش، أخصائية التغذية محضرتنا اليوم موضوع عن الحامل والتغذية، وبنعرف قديش في أسئلة فيما يتعلق بتغذية المرأة الحامل. صباح الخير، صباح الخير ربا دانا. كيفك؟ نشكرك على الموضوع. بهمك. عندنا أسئلة كثير ربا من الناس اللي عم بتابعونا، إجت على فيسبوك، وأسئلة كثير بحس إنها كثير مهمة، لأنه الحامل بدها توزن ما بين قديش تزيد وزن وكيف صحة البيبي وصحتها هي كمان. بالزبط. فخلينا نبدا بموضوع الوزن ربا. موضوع الوزن كتير مهم. هلا انا دائما بنصح السيدات اللي اصلا هم عم بخططوا للحمل ينتبهوا لقبل لوزنهم، يعني اذا في مجال كان عندها مجال ولسه ما حبلت وعم بتفكر تحبل، كان عندها زياده وزن، تحاول انه تنزل من وزنها قبل ما يصير حبل. دائما بيسالوني عن موضوع الوزن، انه بيجوني مثلا سيدات 4 أشهر 5 أشهر اصلا بيعانوا من وزن وبصيروا بدهم يعملوا ريجيم خلال الحمل عشان ينزلوا من وزنهم. هذا كثير خطر جدا جدا، خاصه على الطفل وعلى حياته وعلى السيد الحامل. احنا بنعمل عاده تنظيم، بنحاول انه نتجنب الزياده المفرطه اللي ممكن تكون بالوزن، فما بصير نعمل ريجيم قاسي او بصيروا يحاولوا يخففوا او يلغوا نشويات اللي هي المصدر الاساسي للطاقه خاصه لإلها وللجنين. فهذا ننتبه إله. بس في معنا صورة رندا، إذا هذا بنحكي على نستعرض الصور. طب اسمعي، عبين ما تطلع الصورة بدي أشارككم بقصة إنه مبارح لسه بسمع عن وحدة حملت على نصاحة وهلأ مش عم تاكل غير عم بتركز على الفيتامينات من الدكتور وداخت بالشغل. فقدي هذا الموضوع خطير للمرأة الحاملة. هلأ اللي أصلا بكون عندهم سمنة منحاول، خاصة سمنة كتير كبيرة، منحاول إنه ما يزيد خلال الحمل عن 7 كيلو، يعني 6 إلى 7 كيلو إذا أصلا عندها يعني زيادة مفرطة. هلا عندنا بهذا الجدول مبين إذا كان عندها هي وزنها أقل من الطبيعي أو ضمن المعدل الطبيعي أو إذا عندها سمنة. طبعا إذا هي سيدة ما بتعرف حالها كيف بتقدر تشوف قديه كان وزنها قبل بمؤشر كتلة الجسم، إنه هو عادي وزنها بالكيلوغرام على الطول بالمتر تربيع بيطلع عنا رقم. إذا أقل من 19-18.5 مسموح لها، يعني إذا كان هي أصلا حبلت وهي أصلا بتعاني من قلة بالوزن، يعني وزنها أقل من الطبيعي، بنسمح لهم يزيدوا لحد 18 كيلو لأنه أصلا هي عندها نقصان بالوزن، بس في طبعا رينج معين للزيادة. إذا كانت ضمن المعدل الطبيعي بنقول من 11-16 كيلو اللي مفروض تزيدها خلال الحمل. إذا صار عندها سمنة أو سمنة مفرطة بكون طبعا معدل اللي هو 7 كيلو 6 كيلو هيك تقريبا. فمنحاول إحنا أول 3 أشهر قد ما نقدر ما يكون في زيادة، ومرات في بيزيدوا مثلا شي كيلو كيلو ونص أوكي مقبول فيها. بس ما يكون في 4-5 كيلو زيادة. هذا اللي بيصير مرات، لأنه من أكثر الأخطاء اللي بتصير إنه بتصير تحكي أنا حامل وتاخذ راحتها، خاصة بالحلو، يعني كثير بنلاقيهم بياكلوا حلو ببطلوا يهتموا، بيقولوا خلص ما انا عم بنصح او بس عم ما في قيمه غذائيه، انت بالاخر عم تاخذي سعرات وفي شيء قيمه لا الك ولا للطفل. طب بس سؤال، هلا 11-16 بالوضع الطبيعي بنقدر نقسمهم مثلا كيف على اشهر الحمل؟ هلا احنا عاده باول 3 اشهر يفضل ما نزيد اكثر من من نقدر نحكي كيلو ل2 كيلو كحد بس. اقصى بعدها بصير ننتبه انه اخر 3 أشهر ممكن يكون خاصة الشهر الثامن ممكن يزيد أكثر، بس نحاول كل شهر بمعدل من 0.5 كيلو لكيلو كيلو ونص، ما يكون أكثر من هيك زيادة كل شهر. بالضبط كل شهر بعد هدول الأشهر. فهي واجبها إنه تنتبه لأكلها، تنتبه إذا بتقدر تعمل حركة بسيطة إذا سمح لها الدكتور، وتنتبه لموضوع الأغذية اللي بتنصح كتير، يعني زي ما حكينا حلو حلويات. بسكوت، كمية السكر اللي بتضيفها، كمية الخبز الزيادة عن اللزوم. نيجي للحديد ربا، من أهم الأشياء بعرف إنه الحديد، عم تقولي دائما قد ايه مهم الحديد يكون مراقب عند الحامل. بالضبط قد ايه لازم تاخذ حديد هلا؟ هلا الحديد من العناصر الغذائية كتير مهمة، كنا نحكي قبل إنه مهم الحديد لخلايا الدم الحمراء اللي هو للدم، الدم وظيفته ينقل كل العناصر الغذائية والأكسجين لخلايا الجسم وأكيد بغذي المشيمة اللي هي بتغذي الطفل. فبتزيد الاحتياجات، المرأة العادية تقريبا 18 ملي جرام من الحديد، بالحمل بيصير 27 تقريبا. فهي كمية كتير كبيرة، والمشكلة إنه إذا كانت حامل وعندها فقر دم أو إذا حبلت وصارت احتياجاتها كتير كبيرة خلال فترة الحمل. هلا في جدول تاني عم بيعطينا قدي كل أغذية فيها حديد.
هلا المشكلة إنه الأغذية شوي يعني في ناس هلا رح نستغرب مثلا قطعة لحمة 90 جرام فيها 1 ملي جرام من الحديد قليل. يعني قليل وهي باحتياجاتها 27 هلا في الحديد 27 قطعة الحديد بتخزن بالجسم فبساعد فالمشكلة عشان هيك مرات بكون إذا كان عندها فقر دم وما بتتغذى منيح أو كانت بتعاني من لعيان وهيك أشياء ممكن كتير يقل الحديد فعشان هيك بآخر 3 أشهر عادة إذا كان مستوى الحديد عندها طبيعي بيعطوا مكملات بإشراف طبيب بس الدوز ما تكون عالية لأنه بيأثر على امتصاص الزنك والزنك بيأثر على نمو الطفل فعادة الدكاترة طبعا هذا شغل الأطباء بس هيك معلومة عادة كمية الحديد بتنعطى على حبوب بتتقسم على جرعتين خلال النهار عشان الدوز الكبيرة مرة واحدة زي ما قلت بيأثر على امتصاص الزنك اللي مهم جدا لنمو الجنين بالضبط بس ربا سوري كملي لازم يعني تفحص الحديد بالضبط عادةً من مرة خلال الحمل مش غلط إذا عرفت إنها حامل عادة الأطباء طبعاً بيعملوا فحص دوري إذا طبيب عادة الأطباء طبعاً عندنا كتير شاطرين بس كمان إذا هي نسي الطبيب أو كذا أي لأي سبب مش غلط تفحصه وتفحص مخزون الحديد وعس الشهر السادس وأكيد آخر 3 أشهر لازم يكون دوري خاصة إذا كان عندها فقر طب ليه بيزيد يعني ليه تحديداً الحديد بقل إنه الطفل هالقد بيحتاج لأنه الاحتياجات بتزيد أول إشي بدنا حديد لنمو الأطفال للجنين وكمان كمية الدم بتزيد يعني دم المرأة حجمه بيزيد فعشان هيك يعني كمية الدم بتزيد وهذا الدم بدخل بكريات الدم الحمراء مكوناتها فكميات أكتر بنحتاج بيصير دم كتير وحديد أقل بالزبط. نسبة تناسب عشان هيك بتصير تحس إنها نفسها ضيقة أو تعبانة أو خمول هاي كلها من أعراض فقر الدم فكتير مهم فبالجدول اللي عرضناه أكيد بيّن إنه في مصادر نباتية وفي مصادر حيوانية جاج أسماك بقوليات عدس مثلا شوربات العدس مع الليمون عشان يزيد من الامتصاص حلو نيجي للكالسيوم كالسيوم كمان كتير مهم لأنه مهم للعظام هلا هو بيأثر كمان أكتر على الحامل أكتر ما يأثر على الجنين يعني الجنين بيحاول يأخذ كل إشي فبنخاف إنه يصير عندها نقص في الكالسيوم بيأثر على الهشاشة بعدين لقدام تقريبا بدنا 1000 ملي جرام من الكالسيوم ما يعادل 3 أكواب من الحليب ما بنقدر على الحليب لأنه بيعمل نفخة في الحليب الخالي من اللاكتوز ما بنقدر عليه بنقدر نروح على الألبان واللبنة وفي عنا مصادر نباتية هلا بس بالصورة اللي بعدها في عنا مثلا البروكلي في عنا البقوليات زي ما قلت ممكن نضيفها على السلطات غير انه البقوليات حلو انه فيها بروتين وفيها حديد شوي وفيها كالسيوم فيها الياف عالية لانه الحوامل كتير بيعانوا من امساك خلال فترة الحمل هاي من الأعراض اللي كتير دايما بتصير المشاكل اللي هو موضوع في عنا هون مبين بالمصادر النباتية والحيوانية النباتية أكيد زي ما قلت بروكلي مكسرات بقوليات وفي عنا مصادر الحيوانية اللي هو أكيد حليب في حليب الصويا اللي ما بيقدروا عليه في حليب اللوز كلها بتيجي مدعمة بالكالسيوم وعادة إذا هي أبدا ما بتاخد منتجات الكالسيوم لأي سبب مش غلط تاخد برضو مكملات 500 ملي جرام عادة بس برضو نفس الحديد يعني ما لازم ناخد أكتر من 500 ملي جرام بالحبة الواحدة لأنه بكون امتصاصها أقل وهذا كمان بيحدده الطبيب بيساعدها قدي رقم الكالسيوم المفروض يكون عند 1000 ملي جرام 1000 ملي جرام وإذا كانت حاملة أقل من 18 يعني أقل من العمر بتصير 1300 أوكي إمتى بنحتاج مكملات الكالسيوم؟ مكملات الكالسيوم إذا هي أبداً ما بتاخد منتجات لا حليب ولا لبنة ولا إشي إذا كان نظامها الغذائي كمان تشرب شاي وقهوة كتير بيقلل من امتصاص الكالسيوم فإذا كانت عم تاخد أقل من هيك مش غلط تاخد حبة 500 ملي جرام والطبيب بيحدد بس إحنا دائماً كأخصائيين نحكي روحوا على المصادر الطبيعية يعني دائما بنلجأ للمكملات بالآخر المصادر الطبيعية غير لأنه أنت مش ما بتاخدي كالسيوم بالحليب عم تاخدي بروتين عم تاخدي فيتامين دي عم تاخدي عدة أشياء تانية واللبن برضو منيح طبعا طب الكالسيوم إيش بيأثر على الطفل الهيكل العظمي البناء العظمي هو مهم للطفل. بس بهاي المرحلة قلت زي ما حكيت الطفل بيمص كل شيء من الأم اللي هو مش ناقص عليه هو بكتير بيأثر على الحامل نفسها وعلى عظامها كمان
خاصة زي ما حكينا انه فترة الحمل كتير مهمة. اوكي ربا، اخترنا احنا ثلاث اسئلة من الاسئلة اللي اجت على فيسبوك من الحوامل. اول شيء علا الطويل عم تسأل انه شو تعمل الحامل الحرقة اللي بضل مستمرة باخر اشهر الحمل. هلا عادة هذا كمان من زيادة، انه هي بتعالجها بالموز، بتاخد موز بالليل. اذا بيريحها ما في مشكلة. على فكرة بدي اعطي معلومة كتير حلوة للموز للحوامل اللي بيعانوا من الامساك، حلو ياخذوا الموز المش مستوي. المش مستوي في نوع من الالياف بنسميها ريزيستنت ستارتش، وهي كتير بتساعد في حل مشكله الامساك، فتروح على الموز المش كتير مستوي. هلا بالنسبه للحرقه، اهم شيء لما تاكل وجبات كتير صغيره خلال النهار، وتحاول تاخذ الكربوهيدرات الناشفه، يعني ممكن قطعه خبز صغيره، بسكوت صغيره اللي هي مالح، هذا ممكن يخفف من الحرقه، وما تشرب مي مع الوجبه. هذا كله. ولما تاكل تحاول ما تنام قبل 3 ساعات، هذا كتير بيساعد، يعني ما تاكل وتتمدد، ما تاكل وتنام، هذا كله بيعمل من الضغط على وما تاخذ اشياء فيها دهون. ممكن يساعدها، في ناس بيرتاحوا عليه. والدهون بتزيد الحرقة؟ بتزيد، يعني الألي. مثلا القلي، الاطعمة الدهنة كتير، الجانك فود اكيد، الحلويات اللي فيها كمية سكر ودهون، ممكن البهارات اكيد هاي تأذيهم. في كمان سؤال آلاء ضميدي بتقول شو في اكل بيشبع وبيكون مفيد للحامل، يعني شكلها انه ما بدها كتير تاكل ويزيد وزنها. هلا في، انا ممكن اعطي هيك بس لمحه سريعه على قديت لازم تاكل، او مثال على نظام الحامل، تقريبا بتحتاج من 2200 ل 2400 سعره باول اشهر، وبيعتمد على وزنها قبل. تقريبا 3 حصص من الالبان، يعني أوكي. مرتين حليب او مره لبن، او حليب لبن لبني بيشبع على فكره، بيظبط. كثير بيشبع. تقريبا 10 حصص من النشويات، من 10 ل 12، يعني بما يعادل مثلا رغيف ونص الصبح، رغيف ونص بالليل، كاسة ونص رز أو كاسة ونص فريكة، قطعة دجاج أو لحمة، فواكه مش أقل من 3 حبات، وخضار تتقسم صبح وليل ونهار، شوية مكسرات كمان اللي مش مملحة. نقدر نعرف تقريبا قد ايه سعرة حرارية هذا الحكي؟ يعني في معدل تقريبا الحامل، طبعا بيختلف من سيدة لسيدة، تقريبا بتحتاج 2300-2400 سعرة. بالشهر الرابع بنزيدها 300، وبالشهر السادس تقريبا 7-8-9 من زي بصير 400 زيادة. أوكي. وسؤالنا الأخير ربا، لولو اسماعيل بتقول شو تعمل إذا عندها كل 9 أشهر استفراغ وما بتقدر تاكل، يعني ما في إشي بضل بمعدتها، شو تعمل؟ هاي مشكلة كتير كبيرة. هلا هو عادة بأول 3 أشهر وبتروح. في عادة أدوية بتنعطى من الطبيب عشان يخفف، لأنه هاي مشكلة كتير كبيرة، لأنه رح يأثر على تغذيتها. في مرات مكملات من فيتامين بي 6، لأنه وجد إنه بيخفف من العيان والهاي، ممكن تنعطى بإشراف طبيب. والزنجبيل حكينا عنه بحلقات سابقة، ممكن شوية تشرب زنجبيل بس مش كمية كتير كبيرة، برضو بخفف من العيان والحرقة. بس تحاول قد ما تقدر تاكل خلال النهار بالأوقات اللي بتقدر تاكل فيها، وإذا كانت كتير الحالة مستعصية لازم الطبيب يعني يكون في علاج لهذا الموضوع عشان ما يأثر على صحتها. في بعض الأدوية بتنعطى لهذا الإشي، طبعا الطبيب يعطيها. هو في أدوية العيان بهاي الحالات المستعصية طبعا. في نصيحة أخيرة ننتبه لكن ما تعملوا رجيم قاسي خلال الحمل، انتبهوا لنوعية الأكل اللي بتاكلوه والسعرات اللي بناكلها. تمام، شكرا لحضورك معنا، شكرا لهالمعلومات.